السلام عليكم، أهلا بكم. آخر كلام وحلقة جديدة على شاشة مكملين. ساعات الثلاثة الماضية ساعات قاسية جدا على أهلنا في قطاع غزة. الاحتلال الإسرائيلي بيرتكب مذبحة جديدة بعد المستشفى الأهلي المعمداني في مخيم جبلية. تخيل حضرتك 6 قنابل أمريكية الصنع تزن 6 طن متفجرات بتنزل على تجمع سكني مكتظ بالسكان، فبترتكب مذبحة أو بتعمل مذبحة. حتى الآن احنا بنتكلم على أكثر من 400 أو 500 ما بين شهداء وجرحى. المشاهد اللي جاية من جبلية بتحكي لك عن تفنيد الأساطير اللي الغرب بيحاول يروجها، أن إسرائيل بتدافع عن نفسها أو أنه إسرائيل بعد 7 أكتوبر ليها الحق أنها تعمل كذا وكذا. بتكذب جو بايدن الرئيس الأمريكي وريشي سوناك رئيس الوزراء البريطاني وجاستن ترودو رئيس الوزراء الكندي والمستشار الألماني والرئيس الفرنسي وكل الناس اللي اتكلمت عن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها. لما بتدافع عن نفسك تجاه مسلحين انت شايفهم إرهابيين أو ما بتقصفش مجمع سكني بتقتل فيه وبتصيب حوالي 500 بني آدم في لحظة واحدة، ما بتستخدمش 6 طن متفجرات بقنابل أمريكية الصنع. الكلام ده ما بيحصلش. اللي انت بتعمله ده هو الجينوسايد، هو الإبادة الجماعية زي ما كتبت في كتب حقوق الإنسان وفي القوانين الدولية. ما تمارسه إسرائيل الآن هو إبادة جماعية. لكن أنا قبل ما أبدأ الحلقة وقبل ما أتكلم في أي حاجة أنا عايز أسأل على حاجتين. الحقيقة الحاجة الأولى، الحكومات العربية والحكام العرب وأصحاب المعالي والفخامة والسمو من رؤساء وملوك وأمراء ورؤساء وزراء، هو حضراتكم هتتحركوا إمتى؟ لما كم واحد يقتل في غزة؟ حضراتكم هتتحركوا لما كم مصاب يعني يتصابوا في القصف ده؟ حضراتكم هتتحركوا لما إسرائيل توصل لفين في القطاع؟ هم دلوقتي بيحاولوا من الشمال والجنوب، أنتوا ناويين تتحركوا إمتى؟ حضراتكم هتتحركوا لما كام بيت يتساوى بالأرض؟ لما كام طفل يتقتل؟ لما كام سيدة تقتل؟ معلش والله لو في إحصائية الحكومات العربية تقولها لنا. كان باسم يوسف بيقول إسرائيل تقول لنا إيه الحد بتاع القتل اللي هتكون مبسوطة بيه. لا، أنا ماليش علاقة بإسرائيل ولا بدولة الاحتلال، أنا بكلم الأمراء والرؤساء والملوك. أنتوا هتتحركوا عند الرقم كام؟ يعني العداد عندكم مثلا هيقلب زي العربيات كده المستعمل لما العداد بيقلب وبعدين يصفر من الأول، فأنت مستني عداد الشهداء والجرحى يقلب خلاص وصل للماكسيمم بتاعه فالعربية بتصفر عداد؟ هل البني أدمين في غزة، الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، هم بالنسبة لكم عداد أرقام هيقلب فأنتوا هتتحركوا؟ وإيه نوع التحرك؟ يعني عشان برضو بس الواحد يبقى في الصورة، أنتوا حضراتكم عايمين على كنوز، إشي نفط وإشي غاز وإشي مش عارف إيه، ولكم في هذا العالم أوراق قوة تقدروا أن أنتوا تستخدموها وتقدروا أن أنتوا توقفوا العدوان ده بمكالمة بموقف، فأنتوا بتعملوا إيه؟ المملكة العربية السعودية بتدعو لقمة عربية طارئة. طب والله كويس أهو الحمد لله. النهاردة 31 أكتوبر، هيعملوا القمة إمتى؟ 11 نوفمبر. لا دي قمة طارئة جدا، ده إيه الجمال ده يا جماعة؟ ده قمة رهيبة جدا، كتر ألف خيركم والله، تعبتوا تعبت يا سمو الأمير محمد بن سلمان، كتر خيرك، سبت مشاغلك في موسم الرياض مع طال عمره تركي آل شيخ وفكرت في فلسطين، احنا عايزين ايه اكتر من كده؟ كتر ألف خيرك يا سمو الأمير والله. هذه هي المملكة العربية السعودية ومواقفها الراسخة الواثقة. ايوة كده، قمة عربية طارئة بعد 11 يوم، يا سلام عليك، هو ده. طب الإمارات عملت ايه؟ والله الإمارات طلبت بجلسة في مجلس الأمن بشكل عاجل عشان تروح تدين حماس. أكيد يعني أكيد الإمارات هتروح مجلس الأمن عشان تطلع تدين حماس وتصف أعمالها بالأعمال البربرية، لكن مش عشان وقف إطلاق نار ولا حاجة. هتلاقي الإمارات أكيد رايحة هناك عشان كده. حتى لو قالوا لك رايحين عشان وقف إطلاق نار، اعرف إن هم رايحين عشان يدينوا حماس. فهذه الإمارات. طب مصر؟ لا ما أقولكش بقى، ده مصر رئيس الوزراء بذات نفسه راح على خط المواجهة الأول. ايه ده بجد؟ والله والله العظيم زي ما بقولك كده، راح شمال سيناء ومش لوحده، ده خد صاحب محمود السيسي معاه، ابراهيم العرجاني قائد ميليشيات قبائل سيناء، خده معاه هناك. ها، وقال لك راح يعمل ايه بقى؟ قال لك سيناء رجعت كاملة لينا ومصر اليوم في عيد واحنا مش هنفرط في حباية رمل من سيناء. معلش يا باشمهندس، هناك جنبك هناك على البر التاني بيبيدوا اهل غزة، هناك ارتكبوا مجزرة في جباليا،
هناك مدير مجمع الشفاء قال ان بكرة خلاص الوقود خلص، ده ناشد حضرتك، ناشد معاليك ان انتوا تدخلوا وقود لان المستشفيات خلاص بدأت العد التنازلي. مصطفى مدبولي كان بيحكي لنا عن ابوه ضابط الجيش اللي قد ايه قال له ان سينا مهمة. يا عم سينا في القلب، سينا على الراس، سينا نفديها بالروح والدم. طب وفلسطين؟ طب وغزة؟ طب والاثنين وثلاثة من عشرة مليون اللي بيتقتلوا بيبادوا؟ طب والمستشفيات اللي ما فيهاش وقود؟ يا معالي الدكتور، يا دولة رئيس الوزراء، يا اي حاجة. لا، ده هو الموقف المصري، سينا خط احمر، واللي عايز يقرب يجرب، ولا اللي عايز يجرب يقرب زي ما قال السيسي. طيب نروح لمحور الممانعة وفصائل المقاومة وحزب الله اللبناني اللي خاض حربا ضروس مع إسرائيل في 2006، وحسن نصر الله الأمين العام الرجل العظيم حسن نصر الله، استنى ما قلده، لافف بالكرسي كده، لما نرجع لورا شوية، لافف بالكرسي كده وقاعد مديلك بروفيل من قفاه كده من الجنب، حاجة كده برومو نتفليكس، وبعدين في موسيقى مرعبة، وفجأة الأمين العام بيلف لك كده بدقنه بنظاراته، وبعدين بيخبط بدراعه على الترابيزه، ما تعرفش هو عايز ايه. بس الامين العام موجود يا جماعه، بيصور بروموهات، وحزب الله هيشتبك، وحزب الله موجود، واذا مس القدس فحزب الله موجود، سيتدخل فورا. بس الامين العام مشغول، معلش، بيصور البروموهات، حاطين له كرومه خضراء وبيصور عليها، ومدينا اتنين بروموهات. طب بيصور بروموهات ليه؟ اصل سمحته هيقول خطاب. هيقول خطاب امتى؟ الجمعه الجايه ان شاء الله. يا أستاذ حسن نصر الله، غزة بتباد، معلش والله لو ما فيهاش إزعاج لبروموهاتك والقيمة الفنية الرهيبة اللي انتوا شغالين فيها، جباليا ميت فيها 500، يعني في 500 ما بين شهيد ومصاب، معلش والله سمحته مشغول بالبروموهات. طب والعم تبون هناك في الجزائر بيعمل ايه؟ والله بيعتقل المتظاهرين. طب وملك المغرب؟ والله مش فاضي. طب والرئيس التونسي ما قعد الناس وبيقول لهم خطبة عصماء؟ طب يا اخوانا مين اللي هيتحرك؟ طب ايه؟ طب مين؟ طب فين؟ طب اي حاجه؟ طب اي رئيس؟ طب اي امير؟ طب يعني حد يتحرك؟ قال لك قطر بتحاول تتفاوض مع الاسرائيليين ومش عارف، وحماس بتتكلم معهم عشان الرهائن، روسيا بتتفاوض مع حماس عشان تخرج الرهائن بتوعها، اردوغان بعد الخطاب التاريخي العظيم يوم السبت اللي فات طلع باين من شويه قال لك شويه كلمات رنانه كمان. وبعدين بقى؟ وبعدين بقى يعني حضراتكم هتتحركوا بقى امتى بجد؟ العدوان ده هيتوقف امتى؟ انتوا مستنيين ايه في الاخر؟ انتوا عايزين ايه في الاخر؟ يعني دي كلها اسئله احنا لازم نسالها. فده كان الجزء الاول. الجزء الثاني، وانا اسف ان انا هتكلم فيه، هي يا جماعه الشعوب العربيه فين؟ انا بره مصر مش كده؟ وانا قلت قبل كده انا مش في مكان ان انا زايد بيه على حد جوه، تمام. انا مش بتكلم دلوقتي على حضرتك بقول لك انزل مظاهرات ولا غيره، بس انا بسال، هو الشعوب العربيه فين؟ يعني احنا هنا مش بنتكلم على قضيه فيها خلاف سياسي، ولا بنتكلم على قضية فيها مثلا إعادة فصيل للحكم على حساب السلطة الحالية، ولا بنتكلم عن اختلاف مع الرأي، لا، احنا بنتكلم على فلسطين، قضية إنسانية عربية إسلامية بحتة في المقام الأول، تتعلق بالبوصلة الرئيسية لكل الشعوب العربية منذ قديم الأزل، حاجة لا يختلف عليها اتنين. الشعوب العربية مش في الشوارع ليه؟ الغضب الشعبي مش موجود في الشارع ليه؟ بأمانة والله ليه يا جماعة؟ الناس دي كلها مش موجودة في الشوارع ليه؟ هتقول لي السيسي بيمنع وتبون بيمنع، أقول لك آه تمام، بس برضو الناس مش في الشارع ليه؟ فين؟ فين الشعوب العربية؟ فين الشعب المصري؟ فين الشعب الأردني؟ فين الشعب الجزائري؟ فين المغاربة؟ فين التوانسة؟ فين يا جماعة؟ فين الغضب المستمر اللي موجود اللي بيضغط على هذه الشرذمة من الحكام الخونة عشان يتدخلوا لوقف الحرب والعدوان على أهالينا في فلسطين؟ مش موجودين للأسف، للأسف مش موجودين. قهرت هذه الشعوب حتى تجمدت خلاص من كتر القهر والخوف والرعب. الشعوب موجودة في بيوتها، مفيش حد موجود في الشوارع، مفيش حد بيغضب عشان فلسطين. مدير المستشفى الشفاء بقول لك بيخاطب الحكومة المصرية، دخلوا لنا وقود يا جماعة، العد التنازلي بدأ، وبالتالي الناس لازم تكون موجودة في الشوارع، والحكومات دي مفترض تخلي عندها دم ولو مرة في حياتها
يعني مرة ده وقتكم يا جماعة، ما تخافش والله مش هيشيلوك من على الكرسي بتاعك، مش هيحصل لك حاجة، بس انت بتنقذ حياة 2.3 مليون. والله انا خايف يعني الحرب دي تطول شوية، نقول ان هم بقوا 2.2 مليون، ونبدأ نتكلم ان عدد سكان غزة في تناقص مستمر، لان هم ما بين شهيد وما بين مفقود تحت الانقاض وما بين مصاب حالته حرجة. الوضع في غزة وضع كارثي يستوجب على الجميع ان يتحدث وان يتكلم، يستوجب على الجميع ان يتحرك وان يفعل شيئا. يوم السبت كنت بختم الحلقة والجمعة وانا بقول غزة تباد فافعلوا شيئا. يا جماعة الموضوع بيتطور يوم ورا يوم، الناس لازم يكون لها كلمة ولازم تتحرك وتعمل حاجة، لانه الحقيقة الجانب الاخر لا يتوقف، اسرائيل لا تتوقف. الناطق باسم كتاب القسام في كلمة الان على الهواء، يعني هتابع مع حضراتكم بالتأكيد الملخص بتاعها او ابرز النقاط اللي بيتكلم فيها، لكن الحقيقة الجزء اللي انا بقول لحضراتكم عليه هو انه لازم الناس دلوقتي تكون بتتحرك او بتعمل اي حاجة. الناطق باسم كتائب القسام ابو عبيدة بيقول العدو الاسرائيلي بدأ مناورات برية في عدة محاور في قطاع غزة خلال الايام الاخيرة بعد اكثر من 20 يوم من التمهيد الناري. العدو توغل بريا بعد اعتماد سياسة الارض المحروقة واحداث دمار كبير من خلال قصف بري وجوي وبحري. ما إن بدأ التوغل البري حتى قامت كتائب القسام بالتصدي والدفاع المدروس في المحاور كافة، وخاضت ولا زالت تخوض مواجهات ضارية ومباشرة. تحدث أبو عبيدة أن مقاتلي القسام تمكنوا من الالتحام مع قوات العدو في كل نقطة من نقاط التقدم وتدمير 22 آلية عسكرية حتى الآن بقذائف الياسين المضادة للدروع. أضاف أبو عبيدة أنهم أدخلوا في هذه المعركة للمرة الأولى عبوات تستخدم من المسافة صفر ضد الدبابات الإسرائيلية، وأعلن أن القسام تمكنوا من قتل وإصابة عدد كبير من جنود العدو خلال الاشتباكات وسلاح المدفعية مستمر بالتصدي إضافة للصواريخ. وقال المتحدث باسم كتائب القسام أن سلاح البحرية في القسام تمكن من توجيه هجمات ضد أهداف بحرية قبلت سواحل غزة بواسطة توربيد العاصفة الموجه عن بعد، واستخدم التوربيد العاصف الموجه ضد الأهداف البحرية للمرة الأولى في هذه المعركة. وقال أن عمليات الدفاع متواصلة ولا يزال في جعبة القسام الكثير. غزة ستكون مقبرة للعدو ووحلا لجنوده وقيادته السياسية والعسكرية. وتحدث أيضا أنه يبشر نتنياهو وأركان حربه أنهم سيجثون على الركب في نهاية المعركة، والحرب في غزة ستكون نهايته السياسية. طيب نتابع ما يقول أبو عبيدة على الهواء مباشرة. إذن كان هذا جزء من كلمة الناطق باسم كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس أبو عبيدة، وأعيد وأذكر ببعض ما قاله في هذه الكلمة. أبلغنا الوسطاء أننا سنفرج عن عدد من الأجانب خلال الأيام القادمة انسجاما مع رغبتنا بعدم الاحتفاظ بهم في غزة. راقبنا رواية العدو بشأن تحرير إحدى أسيراته، ونحن ننفي أن يكون قد وصل إلى أي أسير لدى القسام. هذا الحدث إن صح فإنه قد يكون حصل مع جهات فردية بما في ذلك سكان غزة ممن لديهم أسرى. دعا أبو عبيدة ما أسماه كل جندي ومقاتل شريف في هذه الأمة إلى اقتناص الفرصة والمشاركة في هذه المعركة. بشر نتنياهو وأركان حربه أنهم سيجثون على الركب في نهاية المعركة، والحرب في غزة ستكون نهاية نتنياهو السياسية. وتحدث أن عمليات الدفاع متواصلة ولا يزال في جعبته الكثير، وغزة ستكون مقبرة لإسرائيل ووحلا لجنوده وقيادته السياسية والعسكرية. إذن كان هذا الظهور الأول الناطق باسم كتائب القسام بعد العملية البرية أو الاجتياح البري الشامل الذي أعلنته إسرائيل صباح اليوم. وتحدثت الأخبار القادمة من قطاع غزة أن هناك محاولات لاقتحام غزة من الشمال ومن الجنوب أيضا، ولكن هنا الناطق باسم كتائب القسام يتحدث عن هذه العملية ويقول أنهم كبدوا إسرائيل خسائر فادحة وأن غزة ستكون مقبرة لبنيامين نتنياهو وجنوده. طيب ده كان كلام الناطق باسم كتائب القسام،
واللي أعتقد أنه العالم كله هيتوقف الآن عند هذه الكلمة، لأن هذا هو الظهور الأول والتعليق الأول من حماس وكتائب القسام على محاولة الاجتياح البري الشامل. نرجع لإسرائيل، كنت بتكلم مع حضرتك أن الحكومات العربية مش بتقوم بدورها. القسام بيتكلم أنه بيعمل كذا وبيقاوم وبيقول بيانات، وأبو عبيدة بيطلع يتكلم، لكن إسرائيل الحقيقة مش شغالة بس في قطاع غزة على فكرة المحرقة اللي هي بتعملها والإبادة الجماعية واستهداف حماس، لكن إسرائيل شغالة على خطة التهجير اللي بتنشر وزارة الاستخبارات الإسرائيلية وثيقة، أو بتنشر عنها وثيقة في مجلة الثقافة الإسرائيلية، بتتكلم عن خطة كاملة لتهجير الفلسطينيين إلى سيناء والضغط على مصر، وهناك عدد من المحاور. تعالوا نشوف مع بعض أبرز ما جاء في هذه الوثيقة. الوثيقة الإسرائيلية اللي نشرتها مجلة الثقافة بتتكلم عن اجتماع حصل يوم 13 أكتوبر في وزارة الاستخبارات الإسرائيلية. الوثيقة بتتكلم عن ترحيل سكان غزة إلى سيناء بشكل دائم، وصدرت عن وزارة الاستخبارات يوم 13، مكونة من 10 صفحات، وضعت عدة بدائل للتعامل مع قطاع غزة. كان البديل جيم اللي هو الثالث هو خيار تهجير أهالي غزة لمصر، لأن ده من وجهة نظر الاستخبارات الإسرائيلية هو الأنسب والأكثر تأثيرا وحلا للمشكلة من جذورها، ويتطلب الحل ده تصميم جديد للسياسة الإسرائيلية تكون مخليها تتحمل الضغوط الخارجية بشكل كبير، مع الاستعانة بالولايات المتحدة الأمريكية والدول الحليفة لإسرائيل. قبل ما أكمل عايز أقول لحضراتكم على حاجة. الوثيقة دي تاريخها 13/10، من يوم 13/10 لحد النهاردة 31 أكتوبر، أو لحد يوم نشر الوثيقة يوم 28 أكتوبر، نرجع لو سمحتوا. اللي هيتابع الكلام اللي الوثيقة قالته هيلاقي أن إسرائيل بدأت تنفذ فعلا الكلام اللي جاي في الوثيقة. هيلاقي أنه بالحرف الواحد كده الخطة اللي قالوها وخطة التشغيل والكلام ده كله إسرائيل ماشية فيها بالحرف الواحد، ماشيين فيها بالحرف. يعني المرة اللي فاتت، الأسبوع اللي فات، كنت بتكلم معاك على تقرير معهد الاستراتيجية الأمن القومي بتاع مائير بن شبات، وبقولك أنهم حاطين خطة لكذا وبيعملوا كذا، والمعهد ده قريب من المساعد. لكن المرة دي الموضوع مختلف تماما. المرة دي احنا بنتكلم عن وثيقة لاجتماع حصل في وزارة الاستخبارات الإسرائيلية يوم 13 أكتوبر، اتفقوا ان هم يتحركوا في مجموعة من الخطوات، وانا بستعرض الخطوات مع حضرتك هتكتشف انه من 13/10 لحد اللحظة اللي بنتكلم فيها إسرائيل ماشية بالحرف في تنفيذ الخطوات دي، وهو ما يؤكد صحة هذه الوثيقة وصحة هذه الخطة. على سبيل المثال الولايات المتحدة الأمريكية، كام مرة بايدن اتكلم على فكرة ان مصر لازم تستقبل اللاجئين الجايين، ولازم طلب من الكونجرس يدفعوا 3 مليار دولار، واتكلم مع السيسي اكتر من مرة في الموضوع. كذا مرة اسرائيل بتقول هنا احنا لازم نستعين بالولايات المتحدة الامريكية في حاجة زي كده. تعالوا نشوف تفاصيل الخطة اللي اقروها في 13 اكتوبر، ونشوف الثلاث اسابيع اللي فاتوا ايه الحاجات اللي نفذوها في هذه الخطة. شوف يا سيدي، ستعمل اسرائيل اللي بعد دي لو سمحت. نشوف تفاصيل الخطة. طيب، إسرائيل هتشتغل على إجلاء السكان المدنيين إلى سيناء، إنشاء مدن من الخيام في المنطقة، ويتم فتح ممر إنساني لمساعدة السكان المدنيين في غزة، وبناء منطقة بناء مدن في منطقة إعادة توطين الفلسطينيين في شمال سيناء. ونركز بقى في الجزء اللي جاي ده، لأن الجزء اللي جاي ده مهم قوي، ليه علاقة بتاريخ النهاردة 31 أكتوبر. إنشاء منطقة معزولة بعمق عدة كيلومترات داخل مصر. النقطة دي مش إسرائيل اللي اشتغلت فيها، النقطة دي السيسي اللي اشتغل فيها، وهقول لك إزاي بعد شوية. زي النهاردة من 9 سنين كان السيسي بدأ تهجير أهالي رفح وعمل المنطقة المعزولة فعلا، ومعنا صور هنعرضها لحضراتكم كمان شوية. فإنشاء منطقة معزولة دي من الخطة الإسرائيلية، عدم السماح للفلسطينيين بالعودة لنشاطهم أو سكنهم بالقرب من الحدود، وإنشاء محيط أمني في غزة بالقرب من مصر. هينفذوا الخطة دي إزاي؟ إسرائيل ناوية تعمل إيه عشان تنفذ الخطة دي؟ أول حاجة تركيز القصف شمال غزة لتوجيه السكان جنوبا، واللي هو حاصل فعلا. بدء التوغل البري واحتلال القطاع بأكمله من الشمال إلى الجنوب، وده اللي هم بيعملوه النهاردة فعلا وبقالهم كذا يوم كمان. تطهير المخابئ تحت الأرض من مقاتلي حماس،
وده من الحاجات المعلنة عند إسرائيل اللي بتحاول تعملها. ترك الممرات المرورية باتجاه الجنوب صالحة للاستخدام، بيحاول ان الناس تروح للجنوب. ليه؟ عشان يجلي السكان في نهاية الأمر باتجاه سيناء. الجزء الأخير ده عمرو أديب كان مع اسمه ايه غطاس ده، سمير غطاس، قال له الموضوع ده، قال له لما يفضلوا يقصفوا في الشمال ويزقوا الناس لتحت ويعملوا اجتياح بري، الناس في الآخر هتوصل انها تتجمع قدام معبر رفح في سيناء، وبالتالي مليون واحد هيبقوا واقفين ما فيش قدامهم غير معبر رفح. فسمير غطاس قال له لا، احنا مش هنخلي الناس تدخل عندنا. المساندة الدولية كمان اتكلمت عنها إسرائيل، ودي اللي فاينانشال تايمز هتأكدها بعد قليل. فبتقول ايه؟ الولايات المتحدة لازم تساهم في هذه العملية، لازم تمارس الضغط على مصر وتركيا وقطر والسعودية والإمارات للمساهمة في المبادرة أو بالموارد أو استيعاب النازحين. وقالت إنه فرضية الهجرة الجماعية للسكان من مناطق القتال هي نتيجة طبيعية واضحة حصلت في سوريا وأفغانستان وأوكرانيا، وإن طرد السكان هيشكل رد مناسب وهيعمل ردع كبير في المنطقة بأسرها مش بس في قطاع غزة. اللي بيأكد الخطة دي تقرير نشرته الفاينانشال تايمز امبارح بالليل. بيتكلم عن ايه؟ بيتكلم ان بنيامين نتنياهو استغل كل الزيارات الاوروبية اللي حصلت الاسبوع اللي فات عشان يضغط على قادة اوروبا في فكرة ان هم لازم يضغطوا على مصر لاستقبال اللاجئين. فاينانشال تايمز بتقول ان بنيامين نتنياهو اتكلم مع قادة التشيك والنمسا وانه وصل معاهم لشرح او تصور مبدئي، لكن المقترح بتاعه في الضغط على مصر عشان يقبلوا الفلسطينيين من غزة تم رفضه من قبل انجلترا بريطانيا وألمانيا وفرنسا، وقالوا ان ده امر غير واقعي، وقالوا ان الحكومة المصرية بتقاوم هذا الامر ورافضة له بشكل كبير. يبقى ده كان التصور اللي قالته الفاينانشال تايمز. اسرائيل بتقول احنا عايزين منطقة عزلة في سيناء من الجانب المصري عشان الفلسطينيين يروحوا هناك، صح؟ مش كده؟ اسرائيل بتقول كده. مصر بتقول والسيسي لا يمكن، على جثتي مش هيحصل، حدش هيهوب من سيناء. مصطفى مدبولي النهاردة في سيناء بيقول لك ابويا قال لي ان ذرة الرمل الواحدة اتكلفت دم كتير قوي ومش هنقبل. طب تعالوا كده نشوف زي النهاردة من 9 سنين كان السيسي بيعمل ايه في سيناء؟ كان السيسي بيعمل ايه في رفح؟ كان السيسي بيعمل ايه في المنطقة دي؟ نشوف كده الناشط الحقوقي والصحفي حسام بهجت وهو بيذكر العالم بأنه زي النهاردة من 9 سنين قام الرئيس الحالي بتهجير سكان رفح المصرية لإقامة منطقة عازلة خالية من أبناء سيناء. أنا مش عارف إحنا معنا الصور ولا لأ، الصور من أحمد أبو دراع مراسل المصري اليوم وقتها. هل الصور موجودة؟ الصور معنا يا شباب ولا مش معنا؟ طيب اوكي نشوف الصور، يعني لان الصور مهمة ان احنا نفكر الناس باللي حاصل. فده كان اللي النظام بيعمله من 9 سنين. هل ليه علاقة بالخطة دي؟ الحقيقة مش عارف، بس هي ملاحظة مهمة ان احنا نحطها في السياق. في ناس بتقول في خطة وبيتضغط على مصر عشانها، وبيتضغط على مصر عشانها، وناس بتقول لا يا جماعة مصر رافضة الكلام ده، وناس بتقول لا السيسي جزء من الموضوع، وناس بتقول احنا اهم حاجة عندنا سيناء ومخيم جباليا في مجزرة، وإسرائيل شغالة عشان تهجر الناس، ومصر عمالة تقول سيناء خط أحمر ومحدش هيقرب. إيه اللي بيحصل في سيناء؟ وليه كمان مصطفى مدبولي كان موجود هناك النهاردة؟ تحركات اللي حصلة في الإقليم، أسئلة كتير الحقيقة. خليني أناقشها مع ضيفي اللي بنضم إلي عبر سكايب، الدكتور عصام عبد الشافي، أستاذ العلوم السياسية. أهلا بك دكتور. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتور. خليني أبدأ مع حضرتك من الوثيقة اللي نشرتها مجلة الثقافة الإسرائيلية، واللي بتتكلم ان اسرائيل شغاله تقريبا، دي الخطه اللي احنا شايفينها بقالنا 3 اسابيع، دفع الناس عن طريق معاناه وقصف واجتياح بري الى الحدود المصريه، ومن ثم الضغط على مصر للدخول الى سيناء والاقامه في ما اسمته اسرائيل مدينه للخيام. كيف قرات ما جاء في هذه الوثيقه؟ شكرا جزيلا دكتور، تحيه لحضرتك والتحيه لكل المشاهدين. هو انا يعني لما اتعامل مع هذه الوثيقه على أنها من باب الضغط على النظام في مصر، لأن أنا قناعاتي الشخصية المستندة إلى عدد كبير من المؤشرات أن النظام في مصر لا يحتاج إلى ضغط. النظام في مصر يعني ينسق مع إسرائيل بالكامل منذ 2013 وحتى الآن في هذا المخطط.
النظام في مصر ما يقوم به من سياسات تهجير وإخلاء وكذلك من سياسات إعداد البنية التحتية لهذه العملية، ومنها من حديث مباشر في لقائه مع نتنياهو في مايو 2017، ومن تقرير رسمي نشر في 20 يناير 2020 عن البيت الأبيض. النظام شريك في حديث عن التوطين والحديث عن التهجير والحديث عن إعادة خطة تبادل الأراضي أو غيرها من المشروعات. وبالتالي فكرة أن ما يتم من عمليات الهدف الرئيسي منه الضغط، لا، هو ما يتم من عمليات من وجهة نظري هو محاولة تحسين الصورة، بمعنى أو توفير المبررات التي يمكن تسويقها داخليا وإقليميا بهذا المخطط الآن. عندما نشرت وثيقة رسمية عن البيت الأبيض في يناير 2020 تحدثت عن المزايا الاقتصادية التي ستحصل عليها الأردن والمزايا الاقتصادية والمادية التي سيحصل عليها النظام في مصر، وكذلك المزايا الاقتصادية التي يمكن أن تتحقق لدول المنطقة. ونشرت خرائط في 2017 حول هذا الموضوع تحديدا، وأتذكر أننا في المعهد المصري 2017-2018 نشرنا تسعة أوراق بحثية بين تقديرات وبين تقارير نشرت خصيصا حول ما سمي في ذلك الوقت صفقة القرن وما يقوم به عبد الفتاح السيسي من دور في إتمام هذه الصفقة. الأمر الآخر المهم، حضرتك تفضلت مشكورا بالإشارة إلى أن الكثير من التفاصيل الرسمية التي تم النص عليها في الوثيقة قد شاهدنا تنفيذا حرفيا لها خلال الأيام الماضية منذ 8 أكتوبر وحتى الآن. أحد أهم هذه الأدوات وأحد أهم هذه الملفات هي فكرة تشديد الضغوط على الغزاويين للتحرك جنوبا لإجبارهم على الخروج، بحيث لا يصبح أمامهم مفر من إما الخروج من قطاع غزة أو التحرك جنوبا. وبالتالي إذا لم تنجح إسرائيل في تحقيق انتصار حاسم في هذه المواجهة، على الأقل يعود نتنياهو بانتصار محدود، وهو تفريغ شمال غزة من مواطنيه وإنشاء منطقة عازلة مؤقتا بين شمال غزة وجنوبها، تضاف إلى المنطقة المتاخمة، تضاف إلى ما يعرف بغلاف غزة. وبالتالي يستطيع أن يسوق لنفسه أنه حقق نجاحا جديدا، بحيث أبعد خطر السكان وحركات المقاومة إلى حدود أبعد من المستوطنات التي تم تأسيسها في غلاف غزة. طيب، هناك من يتهم النظام المصري بأنه عقد الصفقة بالفعل، وأن الأمر يعني فقط محاولة إعطاء فرصة لإسرائيل كي تقضي على حماس، وهو ما يعني لم يبدي السيسي امتعاضا عندما تحدث مع ماكرون أن الهدف المعلن القضاء على الجماعات المسلحة أو الإرهاب، وده بيستغرق سنوات. هل متفق مع ده؟ متفق بنسبة 100%، لأن ليس فقط لمجرد الاستناد إلى تقارير إعلامية تنشر هنا أو هناك، ولكن أيضا إلى معلومات شخصية من بعض المصادر الخاصة الفلسطينية، أن السيسي أتم بالفعل مثل هذا الأمر، وأن السيسي وقع بالفعل وحصل على جزء من المقابل المادي المرغوب فيه، وأن ما يقوم به السيسي من تصريحات أو من خطابات موجهة للداخل المصري هو نوع من أنواع رفع الفاتورة التي يمكن أن يحصل عليها، لأنه في الأخير السيسي يدير سياسات مصر الخارجية بمنطق الصفقات. وبالتالي عندما نتحدث الآن عن وضع شديد الكارثية بالنسبة للكيان، ممثلا في تداعيات طوفان الأقصى التي كانت بمثابة مفاجأة استراتيجية بالمعنى الحرفي للكلمة، وما ترتب عليها من سقوط أكثر من 1500 قتيل صهيوني، وما ترتب عليها من أسر أكثر من 250 كما أشار المتحدث الرسمي لحركة المقاومة، فأنت تتحدث عن عملية هي الأهم والأكبر والأخطر في تاريخ هذا الكيان. بل إن هناك بعض المعلومات من بعض المصادر أيضا تتحدث على أن وحدة غزة التابعة للجيش الإسرائيلي والتي يصل عددها إلى 4000 قد أبيدت بالكامل أثناء المواجهات الأولى في 7 أكتوبر، وحتى الآن لم يتم نشر الكثير من التفاصيل حول هذه الوحدة وعددها وتوزيعها، كما لم يتم الكثير أيضا عن العمليات حجم الخسائر التي تعرض لها الكيان في محاولات الاحتراق البري خلال الأسبوعين الماضيين. وبالتالي أنت تتحدث عن عملية كبيرة، هذه العملية كانت ورقة من أوراق الضغط التي استخدمها عبد الفتاح السيسي لرفع المقابل الذي يرغب في الحصول عليه. وثيقة الأمن وثيقة صفقة القرن التي تم الإعلان عنها في 20 يناير 2020 كانت تتحدث عن حصول مصر على 12 مليار دولار. الآن الحديث عن إما إعفاء مصر من كامل ديونها أو على الأقل إعفائها من نصف هذه الديون، بجانب حصولها على 60 مليار دولار لعمليات التوطين والتسكين
والتهجير وغيرها وتوفير الاحتياجات الأساسية لمن سيتم تهجيرهم. وبالتالي ما يراهن عليه السيسي الآن أن استمرار هذه العمليات والخسائر الحقيقية التي يتعرض لها الكيان يمكن أن تدفع الولايات المتحدة الأمريكية والأطراف الإقليمية والدولية الداعمة لها إلى التفكير في العرض الذي يطالب بها عبد الفتاح السيسي. فالأمر هنا من وجهة نظري بناء على يعني ما وقفت عليه من سواء من خلال متابعة أو من خلال بعض العلاقات، أقول أن الأمر بالنسبة للسيسي محسوم. والحديث هنا لا يجب، وهذه جزئية أراها مهمة دكتور، لأن كثير من للأسف الشديد كثير من أو قطاعات واسعة من الشعب يمكن أن يستهويها الخطاب ذي السقف العالي الذي يطرحه السيسي وعدد من مسؤوليه. وهذا الخطاب الذي يتحدث عن سيناء وأمنها القومي وأنها نفديها بأرواحنا، وكما قال مدبولي الملايين ستتحرك دفاعا عن سيناء، أذكرهم أنهم في أحد اللقاءات المباشرة وعلى الهواء وفي إحدى القنوات الفضائية المصرية خرج أحد لواءات القوات المسلحة المصرية وقال لا تتحدثوا عن تيران وصنافير، سيناء نفسها كلها مش بتاعتنا. وبالتالي إمكانية التفكير في التنازل عن سيناء وردت على لسان مسؤولين عسكريين بمنتهى الوضوح. التعاطي مع سيناء يتم ليس من باب أنها جزء مهم وحيوي للأمن القومي للدولة المصرية، ولكن التعاطي مع شبه جزيرة سيناء يتم من باب أنها منطقة حيوية واستراتيجية لكثير من الأطراف الإقليمية والدولية المتنافسة عليها، وبالتالي أصبحت محلا للبيع والشراء وعقد الصفقات السياسية والمالية. طيب دكتور، خليني يعني أتوقف مع حضرتك كده مع السادة المشاهدين، نسمع بعض تصريحات مصطفى مدبولي النهاردة في سيناء وهو بيتكلم عن أبوه للقوات المسلحة اللي قال له يحافظ على سيناء وإن مصر مش هتسمح بتصفية القضية، لأنه الحقيقة تصريحات مهمة وحضرتك لسه معلق عليها، يعني إنه الكلام بالشكل ده أو الخطاب ده لا يقنعك يعني إن ده الموقف المصري الراسخ. نتابع. كل واحد فينا ما اعتقدش في أسرة في مصر، أسرة واحدة ما كانش فيها أب ولا أخ ولا عم ولا ابن أخ ولا ابن عمة ولا ابن خالة ما خدمش في قواتنا المسلحة أو في الشرطة وخدم هنا وبذل روحه سواء استشهد أو أصيب أو شارك في عمليات. على المستوى الشخصي أنا بشرف إن والدي رجل من رجال القوات المسلحة، دكتور خالد عبد الغفار والده رجل من رجال القوات المسلحة. أنا بحلف لكم والله العظيم إن وأنا من أول ما ابتديت أوعى وأبويا بيحكي لي حكاياته هنا من 56 و67 و73 وقال لي قد إيه زمايله شافهم هم بيموتوا ويضحوا بحياتهم عشان الأرض دي، عشان كده كل ذرة رمل هنا احنا مستعدين كمصريين نبذل فيها ملايين الارواح، بس ما حدش قرب ترد على حاجات كتير. وسياده الرئيس قالها في كل الفتره الاخيره، مصر مش هتسمح ابدا مهما كان ان يتم فرض عليها اي شيء، ولن نسمح بحل او تصفيه قضايا اقليميه على حسابنا. دي حاجه مهمه جدا لازم كلنا نبقى عارفينها. طيب دكتور، ايه اللي خليك تشكك في خطاب زي ده؟ يعني خطاب يبدو هو من الظاهر انه خطاب وطني قوي يتحدث عن الامن القومي المصري وعدم قبول خطة التهجير وعدم التفريط في سيناء. التحليلات الدقيقة دكتور لا تبنى على خطابات عاطفية ولا تبنى على مثل هذه اللغة. التحليلات الدقيقة تبنى على ممارسات على الارض وتبنى على وقائع، والممارسات على الارض تقول اننا منذ 2013 وحتى الان وكل السياسات التي يتبناها النظام الهدف منها التسويق لمثل هذه الفكرة والتمكين لها. عندما نتحدث كما أشرت من البداية إلى تصريحات إلى ما كتبه حسام بهجت عن سياسات التهجير في لإنشاء منطقة عازلة، عندما تم الحديث عن إغراق الأنفاق في 2013-2014، عندما تم العمل على تغيير العقيدة الوطنية للجيش المصري في 2014-2015 فيما يتعلق بالعدو الاستراتيجي، عندما تم الحديث عن شيطنة حماس وحركات المقاومة الفلسطينية في الإعلام 2013-2014-2015 وتحريك عدد من القضايا القانونية والجنائية ضد شخصيات منسوبة إلى هذه الحركة، عندما يتم الحديث عن إنشاء عدد من المدن الجديدة والتي لا تسكن في كثير من الأحيان، عندما يتم الحديث عن إنشاء صحارات سرابيوم لنقل المياه إلى الكيان، عندما يتم التوقيع على اتفاق سد النهضة مع أو سد الإثيوبي مع إثيوبيا واستخدامه كورقة مرحلية
يتم بموجبها إما قبول المصريين أو قبول المؤسسات المصرية بنقل المياه إلى إسرائيل أو بوقفها نهائيا. فأنت تتحدث عن ممارسات رسمية تم الوقوف عليها بمنتهى الدقة خلال السنوات الماضية. عندما تتحدث أن أول مسؤول عربي يخاطب ترامب مباشرة بمسمى أو بمصطلح صفقة القرن كان عبد الفتاح السيسي في مايو 2017، وبالتالي عندما يتم التنازل عن تيران وصنوفير في أبريل 2016 هذا التنازل لم يكن للمملكة العربية السعودية، ولكن هذا التنازل كان لصالح الكيان وأيضا جزء من هذه الصفقة. والإشكال الكبير أننا عند التحليل نحلل كل حدث، كان كبير من المحللين يحلل كل حدث بمفرده كأنهم في معزل عن الآخر، ولكن التحليل الدقيق في إطار العلاقات الدولية يقوم على تجميع هذه الأحداث الصغيرة حتى تركب منها صورة كبيرة. طيب، يعني احنا أمام تحول أيضا لافت في تطورات الأحداث. الإعلام المصري على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية كان يتحدث ويحذر من ما أسماه حربا إقليمية. النهاردة الصبح يحيى سريع المتحدث باسم الحوثي تحدث في بيان شديد اللهجة عن إطلاق جماعة أنصار الله الحوثي من اليمن صواريخ في اتجاه إسرائيل، تحديدا مدينة إيلات. نتابع التغريدة اللي كتبها يحيى سريع على حسابه على تويتر، وكان في أيضا بيان متلفز تحدث فيه الرجل نيابة عن الحوثي بأن هم أطلقوا مجموعة من الصواريخ لليوم 25، يعني اتكلم عن العدوان الإسرائيلي الأمريكي وأنه جماعة أنصار الله دخلت على الخط. فرنسا 24 تحدثت بعد هذا البيان بلحظات أن إسرائيل أكدت اعتراض صاروخ قرب إيلات، وأن الحوثيون أعلنوا مسؤوليتهم ودعمهم للفلسطينيين. الموقع الخليج الجديد أيضا نقل عن وكالات أنباء أن هناك بعد إحباط هجوم صاروخي على إيلات إسرائيل تدرس الرد على الحوثيين. بالتزامن مع ذلك بالأمس كان هناك لقاء بين مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان مع الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي في البيت الأبيض، نقلته شبكة CNN. والبيان البيت الأبيض قال إن اللقاء جزء من جهد أوسع للتعامل مع الشركاء العرب في الشرق الأوسط ولمنع الحرب بين حماس وإسرائيل. سوليفان ناقش الجهود الجارية لتعزيز الشراكة الدفاعية بين السعودية والولايات المتحدة الأمريكية والتزام جو بايدن بدعم الدفاع عن شركاء الولايات المتحدة ضد التهديدات من الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية بما في ذلك تلك المدعومة من إيران، كما رحب بوقف تصعيد الصراع في اليمن. بالمناسبة الترند الأول في تويتر في المملكة العربية السعودية اسمه السعودية العظمى، الناس بتتداول صور وفيديوهات للجيش السعودي وتأهب الجيش السعودي وأن السعودية هي دولة عظمى لا يمكن المساس بها. دكتور عصام، هل تتدحرج الكرة رويدا رويدا إلى حرب إقليمية بالفعل؟ هو حرب إقليمية مش بالمصطلح الواسع يا دكتور، لأن حرب إقليمية معناها دخول أطراف مباشرة وجيوش نظامية، ولكن من وجهة نظري أن الحرب تدار عبر أدوات وعبر وكلاء، وبالتالي إمكانية دخول حزب الله على الخط أعتقد أنها واردة وبقوة حتى لو كانت تسير بشكل محدود. دخول الحوثي يمكن أن يخلق الكثير من الأوراق، لأن الحوثي يتحكم في ورقة شديدة الأهمية والخطورة، لأن ليس شرطا أن الحوثي عندما يتدخل في هذه المواجهة تكون لديه قوة صاروخية وطيران يستطيع وسلاح طيران يستطيع الوصول إلى إيلات أو غيرها، ولكن هو يتحكم في باب المندب ويمكن أن يضرب حركة التجارة في هذا المضيق بشكل جذري. هذا جانب. الجانب الآخر أن عملية خلط الأوراق، عندما تعلن السعودية اليوم أن قواتها تصدت لأحد الصواريخ التي خرجت من الأراضي اليمنية وتم إسقاطها، فأنت تتحدث أيضا عن فكرة خلط الأوراق التي يمكن أن تحدث في المملكة العربية السعودية وتؤثر في أمنها القومي. الحديث عن السعودية العظمى وأنها جيشها قادر وغيرها، لا أعتقد أن ذلك له محل من الإعراب في هذه المرحلة. السعودية العظمى متفرقة الآن لموسم الرياض ولا يعنيها موضوع المواجهات العسكرية، بدليل أنها استمرت لمدة 7 سنوات في مواجهة هذا الحوثي وفشلت حتى أجبرت وقبلت خاضعة خانعة أن تقبل باتفاقية هدنة في أبريل 2022 بعد أن ضرب الحوثي قواعدها الاستراتيجية وأهم محطاتها في البقيق وغيرها، وهرولت إلى العراق لتجري محادثات مع إيران لوقف الحرب
مع الحوثي، وبالتالي فكرة الحديث عن السعودية العظمى أعتقد أنها قادرة على حماية نفسها من الحوثي، فما بالك إذا دخلت في مواجهة أخرى مع أي طرف إقليمي نافس. هنا من المهم جدا جدا دخول الحوثي على الخط، أعتقد أنه في غاية الأهمية. دخول حزب الله على الخط أعتقد أنه في غاية الأهمية. دخول الميليشيات المسلحة في شرق سوريا وفي العراق واستهدافها للقواعد الأمريكية في المنطقة هو في غاية الأهمية. الهدف الرئيسي هو توصيل رسالة للولايات المتحدة أو الحلفاء الغربيين أن المنطقة يمكن أن تنفجر في لحظة، لأن هذه المنطقة أصبحت الآن أشبه بمنطقة البلقان في الحرب العالمية الأولى، وهو ما أطلق عليه برميل البارود القابل للاشتعال إذا توفر عود الثقاب. هذا العود يمكن أن يتم إشعاله في العراق في القواعد العسكرية الأمريكية أو الأمريكية في سوريا والعراق، أو يمكن أن يتم إشعاله في باب المندب، وفي هذه الحالة سينجر الجميع إلى هذه المواجهة. أشكرك شكرا جزيلا عبر سكايب دكتور عصام عبد الشافي أستاذ العلوم السياسية. جايز في الثلاث أربع ساعة اللي فاتوا أو في الساعة اللي فاتت وإنت مستني آخر كلام أو بتتفرج علينا النور قطع عندك كذا مرة، وجايز يكون النور كان قاطع أصلا قبل الحلقة ولسه راجع دلوقتي، وجايز النور يقطع دلوقتي وانت بتتفرج علينا، وجايز يقطع كمان ساعة. ليه بنقول الكلام ده؟ لأنه زي ما حضراتكم عارفين كان عندنا حرب روسية أوكرانية وباء كورونا وأحمد الطنطاوي، التلاتة اختفوا الحمد لله، لكن دلوقتي عندنا حرب غزة، فأكيد هي الشماعة الجديدة اللي لازم نعلق عليها فكرة إن احنا عندنا مشكلة في الكهرباء، عندنا مشكلة في الغاز، عندنا مشكلة في الطاقة، فلازم نخفف أحمال. فعزيزي المواطن احنا هنقطع عليك الكهرباء مش بس ساعتين، لا 4 ساعات في اليوم، لان زي ما انت شايف بص على غزة واحمد ربنا احنا الحمد لله عندنا كهرباء وعندنا امن وامان، ايه المشكلة لما نقعد في الضلمة ساعتين؟ هكذا يتحدث رواد حظيرة الانتاج الاعلامي وهم بيبرروا لك الفشل الحكومي المستمر في قصة استمرار انقطاع الكهرباء. ايه القصة يا جماعة؟ ايه علاقة اسرائيل؟ ايه علاقة الحرب الموجودة في الاراضي الفلسطينية؟ تعالوا نشوف مجلة الطاقة وهي بتتكلم عن تراجع واردات الغاز الاسرائيلي الى مصر، دفع الحكومة لزيادة عدد ساعات فصل التيار الكهربائي، كانت من ساعة لساعتين اصبحت من ساعتين لاربعة، وفي مصادر اكدت ان الوضع هيستمر حتى بداية العام المقبل. طيب ايه التفاصيل؟ تعالوا نشوف كده بعض التفاصيل اللي قالتها مجلة الطاقة في هذا التقرير. بتقول ان مصر الحقيقة كان عندها امل انها تنعش خزينتها اللي عانت طوال اشهر فصل الصيف لما وقفنا تصدير الغاز. اوقفنا صادرات الغاز المسال لتأمين الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء اللي بتستهلك تقريبا 60% من انتاج الغاز بتاعنا بيروح لتشغيل محطات الكهرباء، بس النظام المصري قرر انه يصدر. بقالنا كذا شهر موقفين تصدير عشان ازمة انقطاع الكهرباء اللي موجودة، لكن يوم 3 اكتوبر قبل بداية الاحداث في الاراضي الفلسطينية وزير الطاقة المصري والبترول المصري طارق الملا قال في تصريحات لوكالة رويترز ان احنا ان شاء الله يا جماعة والف مبروك في شهر اكتوبر الجاري هنستأنف تصدير الغاز مرة تانية، لكن حصلت حرب غزة لتزيد من المعاناة وتدفع بهذه الخطط الى مصير مجهول، مش عارفين هل صدرنا ولا ما صدرناش. في شوية ارقام مهمة جدا، المتحدث باسم رئاسة الوزراء اتكلم على انه واردات الغاز الطبيعي انخفضت من الخارج اللي جاي لمصر من 800 مليون قدم مكعب يوميا الى صفر. الناس بدأت تبحث وتشوف هما 800 مليون دول جايين منين، فاتضح ان هما جايين من اسرائيل من حقول ليفاثان وتمار اللي في اتفاقية وقعت في 2020 وتم تعديلها في 2021 بين مصر واسرائيل، بنستورد الغاز من اسرائيل لمدة 15 سنة. إسرائيل بتورد لنا من الغاز تقريبا 10% من الاستهلاك بتاعنا أو من الإنتاج بتاعنا. يعني الكهرباء في مصر زي ما قلت هي الأكثر استهلاكا بنسبة تصل ل 60%. إنتاج الغاز في مصر أصلا بعيدا عن إسرائيل كمان تراجع في النصف الأول من العام الجاري على أساس سنوي بنسبة 9.5%. حقل ظهر اللي السيسي قال عليه ان احنا جبنا جون، الحقل ده تراجع ايضا يعني تعرض لمشاكل وهو بيمثل 40% من انتاج الغاز الانتاج المصري، اعلى انتاج بيتراوح ما بين من 6 ل 7 مليار متر مكعب
سنويا. الحقيقة المشكلة فيها مجموعة من الأسئلة خلينا نستعرضها كده قبل ما أرحب بضيوفي. السؤال الأول، هل إحنا كان صح إن إحنا نستورد غاز من إسرائيل؟ وكان إيه الداعي لحاجة زي كده في وقت إحنا كانت الحكومة بتقول إن عندنا اكتفاء ذاتي وعندنا حقل ظهر والدنيا تمام جدا؟ ده أول نقطة. النقطة الثانية، هل المفترض إن إحنا محطات الطاقة وتوليد الكهرباء والكلام ده ترتبط بغاز جاي من إسرائيل؟ السؤال الثالث، هو الغاز الإسرائيلي اللي إحنا بنستورده بيمثل قد إيه أصلاً من الاستهلاك أو من الإنتاج بتاعنا؟ وبالتالي لما إسرائيل توقف تصدير الغاز لينا إحنا بنتأثر بنسبة كام؟ طيب السؤال الرابع، هل الغاز الإسرائيلي ده بيؤثر تأثير مباشر على محطات الكهرباء وبالتالي لازم الحكومة تزود تخفيف الأحمال وتخليه لأربع ساعات زي ما قالوا؟ ده سؤال مهم. السؤال الخامس، في ظل الأزمات دي وفي ظل أن الواردات الإسرائيلية قليلة وفي ظل أنه مش عارف الغاز عندنا حقل ظهر تسرب فيه مية والكلام ده كله، هل المفترض أن احنا نرجع نصدر غاز تاني زي ما طارق الملا قال في بداية أكتوبر؟ أسئلة مهمة جدا. والسؤال الأخير، هو ليه أصلا إسرائيل وقفت تصدير غاز لينا؟ هل فعلا المهندسين هناك طفشوا من الشركات ومن حقول الغاز وإسرائيل بتنهار زي ما بعض الناس بتكتب، ولا إسرائيل بتضغط علينا عشان الخطة بتاعت التهجير، ولا الموضوع ملوش علاقة بالكلام ده خالص إن الحقول دي فعلا مستهدفة في ظل الحرب وبالتالي كان لازم إسرائيل توقف إمدادات الغاز؟ والكلام ده ما حصلش مع مصر بس، حصل مع الأردن. أسئلة كثيرة جدا الحقيقة، خلينا ننقلها لضيفي عبر سكايب، الباحث السياسي المتخصص في شؤون الطاقة والعلاقات الدولية الأستاذ خالد فؤاد. خالد أهلا بيك. أهلا وسهلا بحضرتك وأهلا وسهلا بمشاهدينا. أسئلة كتير الحقيقة عن الموضوع، لكن خلينا أبدأ بالسؤال الأخير، هو ليه إسرائيل أوقفت تصدير الغاز لمصر؟ طيب خلينا نقول إن الموضوع ده من ناحية فنية، هتكلم عليه من ناحية فنية الأول وبعد كده نشوف التداعيات. الشكل العام بيقول إن إسرائيل بعد بداية الحرب في الطوفان الأقصى اتجهت إن هي تقفل منصة الإنتاج بتاع حقل تمر. منصة إنتاج حقل تمر موجودة قدام سواحل غزة، وبالتالي في مخاطر ان هي تتعرض للصواريخ المقاومه، فاغلقت اسرائيل منصه انتاج حقل تمر. وبالمناسبه اسرائيل عملت نفس الكلام ده قبل كده في معركه سيف القدس في 2021، اغلقت منصه حقل تمر. طيب في نفس الوقت اللي اغلقت فيه منصه حقل تمر، شركه شيفرون الامريكيه اللي هي المشغل الرئيسي لحقل تمر وحقل ليفايثن اكبر حقول للغاز في اسرائيل، أوقفت العمل من خلال خط أنابيب العريش عسقلان اللي مصر بتستقبل منه الغاز الإسرائيلي. طيب هل ده السؤال المهم اللي حضرتك بتقوله، هل ده يؤدي في النهاية إن صادرات الغاز الإسرائيلي لمصر توصل لرقم صفر؟ الحقيقة عمليا من ناحية العملية الكلام ده غير منطقي أبدا. ليه غير منطقي؟ لأن أغلب صادرات الغاز الإسرائيلي اللي بتيجي من إسرائيل لمصر بالأساس بتيجي من حقل ليفايثن مش من حقل تمر، ده بداية. طبعا حقل ليفايثن ما زال يعمل حتى الآن. ثانيا، مصر من فترة وهي بتستقبل الغاز الإسرائيلي ليس فقط من خط العريش عسقلان اللي تم إيقافه، ولكن أيضا من خط الغاز العربي اللي هو بيمر من الأردن إلى مصر. وبالتالي مصر إسرائيل قادرة أن هي ترسم إلى مصر كميات من الغاز طبعا أقل من الأول، لأن إسرائيل ابتدت تعوض. غول الفساد وزعيم ميليشيات اتحاد قبائل سيناء إبراهيم العرجاني ظهر النهاردة مع رئيس الوزراء في الكتيبة 101 وأعلن اصطفافه إلى جانب القيادة السياسية، بس أول ظهور للعرجاني ما كانش يعني على المستوى المطلوب. كان في 2008 لما حصل صدام بين بدو سينا والشرطة، الأمن اتصل بالعرجاني على طول وقال له يا عم الشيخ روح قبيلة الترابين وشوف لنا إيه الحكاية. بعت أخوه اتقتل. بعدها العرجاني وصديقه سالم اللافي احتجزوا أفراد من الشرطة عشان يردوا على الحادثة. مجلس الشعب المصري اتحرك وطالب باعتقال العرجاني. العرجاني كشف أنه تعاون مع جهات سيادية وتم اعتقاله بعدها، وهرب سامي اللافي من عربية الترحيلات. عزبوا الحاج إبراهيم ولا الشيخ إبراهيم وجات له جلطة ألف سلامة عليه، وكان مصطفى بكري اللي بيدافع عنه بشكل كبير جدا. بعد الثورة وبعد الانقلاب وبعد 2013 ظهر زعيم الميليشيا إبراهيم العرجاني، ظهر اسمه كأحد المتعاونين مع الجيش في سيناء سواء في المشروعات بتاعة السبوبة أو في العمليات الأمنية أو أنه يوفر رجالة ومخبرين معلومات. يعني التقى بيه السيسي ضمن لقائه مع شيوخ سيناء في 2014، وبعدها عملوا له اتحاد قبائل سيناء
اللي اصبحت ميليشيا مسلحه زي فاجنر كده او زي حميتي بتوع الدعم السريع في السودان، وبداوا يحاربوا مع الجيش وعملوا منطقه عزله زي النهارده من 9 سنين، عملوا منطقه عزله على امتداد 1000 متر على طول الحدود مع غزه، ودمرت ما وصل الى 2000 منزل، وجرفوا مئات الاراضي الزراعيه. والميليشيات بتاعت الحاج ابراهيم خرجت مع الجيش 3200 اسره من بيوتها بحسب احصائيات للمرصد المصري للحقوق والحريات. وكان في قلب هذا العمل او هذا التهجير الحاج ابراهيم العرجاني وميليشياته الجميله. بس ابراهيم العرجاني لم يتوقف هنا، وانما اقتحم عالم المال والاعمال، واصبح رجل اعمال له صيت كبير في الاوساط المصريه. في مايو 2015 العرجاني كون مجموعته الجديدة العرجاني جروب، وعمل صفقة لإنشاء مجمع صناعي للرخام والجرانيت، شركة مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وكمان اشتغل في تطوير ميناء العريش ومشروع التجلي الأعظم في سانت كاترين، وهم مشروعين مثيرين للجدل بشكل كبير جدا. لكن الحاج إبراهيم هو اللي بيواجه أي حاجة مثيرة للجدل، ولا يتوقف ولا يترنح ولا يتزحزح، وبيشتغل جنبا إلى جنب مع الدولة المصرية في إعمار غزة. بما أن الحرب شغالة هناك، 2021 هارتس الإسرائيلية نشرت أن العم إبراهيم العرجاني بيشارك في إعمار غزة، وإنه واحد من أكبر المستفيدين من الاتفاق المصري مع الحكومة الفلسطينية. وفي 2022 السيسي قرر يكافئه لأنه راجل عصامي زي ما أنتوا عارفين، فعينه عضو في جهاز تعمير سيناء. وفي 2023 حصل العم إبراهيم العرجاني على عقد رعاية النادي الأهلي. العرجاني أصبح من الإمبراطوريات الاقتصادية الكبيرة في مصر، وعمل شراكات مع الصافي والغانم اللي هم أصلا قريبين قوي من عبد الفتاح السيسي، واتكلمنا عنهم قبل كده بالتفصيل، ومثلوا شخصيته في فيلم المصلحة وفي مسلسل الاختيار 3. أنا هنصح السيد عبد الفتاح السيسي نصيحة لوجه الله، والسيد عباس كامل نصيحة لوجه الله، والسيد محمود عبد الفتاح السيسي نصيحة لوجه الله. انتوا كبرتوا الراجل ده وسمنتوه وعلفتوه وأنفقتوا عليه وأطلقتوا إيده. أنا بدعوكوا إن أنتوا تقروا عن فاجنر يفجيني برجوزين، وعن الدعم السريع محمد حمدان حميتي دقلو. اقروا عن الاتنين دول، لأن أنت لما بتسمن كذا بيأكلك في الآخر، ولما بتعلف كذا بينطحك في الآخر. خلي بالكوا من اللي أنتوا بتعملوه. أنتوا أطلقتوا إيد الراجل في الأعمال، في غزة، في الإعمار، في قيادة الميليشيات. الراجل ده أصبح عنده جيش موازي، حفاظا على الأمن القومي المصري، وحفاظا على الأمن القومي في سيناء، وحفاظا على حالة السلم العام في مصر. يجب أن يتوقف هذا العرجاني عن قيادة الميليشيات، ويجب أن تسلم ميليشياته المعروفة باتحاد قبائل سيناء بين قوسين سلاحها للقوات المسلحة المصرية. لو أن هناك من يخشى ويخاف على الأمن القومي المصري، فليوقف هذا العرجاني خليفة برجوزين فاجنر وحمدان حميتي الدعم السريع في السودان في سيناء. لازم حد يخلي باله، سواء في الجيش أو في المخابرات أو في الرئاسة. اللي بيحصل ده في الآخر هينقلب ضدكو، هتختلفوا معاه على سبوبة هيشيل السلاح في وشكو، هتختلفوا معاه على مشروع ولا على كذا هيضرب فيه كنتو. يعني حادثة الأمن الوطني في سيناء مش بعيد، الناس قالت إنه ليه علاقة ومالوش علاقة، وانتوا كتمتوا على الموضوع ومحدش اتكلم عنها ولا جاب سيرتها. فكرة وجود راجل زي ده بالنفوذ ده بالطغيان ده بالفساد ده بالسلاح ده، هو قنبلة موقوتة في وشكو انتوا يا محمود يا عبد الفتاح يا سيسي، ويا عبد الفتاح يا سيسي، ويا محمد يا زكي، ويا أسامة يا عسكر، ويا عباس يا كامل. اللهم قد بلغت، اللهم فاشهد. دي والله يعني نصيحة مواطن مصري مخلص خايف عليكم وخايف على الأمن القوم المصري. أنقذوا الأمن القوم المصري من ميليشيات إبراهيم العرجاني. وين الملايين؟ الشعب العربي وين؟ فاكرين الأغنية دي؟ كانت أغنية حلوة قوي متربين عليها من وإحنا عيال صغيرة، كنا بنحبها.
فأنا الحقيقة قررت أن أنا أجاوب على السؤال ده، وين الملايين، الشعب العربي فين، المش عارف إيه إيه عربي فين، هقول لحضرتك العرب فين بالصوت والصورة. غزة الآن تباد وتقتل ويحاول جيش الاحتلال الإسرائيلي أن يجتاحها بريا، لكن العالم العربي مش متوقف، الحكومات العربية مش متوقفة. الفقرة دي بلخص لحضرتك فيها الحراك العربي العظيم القوي المزلزل الذي ردع دولة الاحتلال الإسرائيلية وأوقفها عند حدها. ولنبدأ بدولة الإمارات الشقيقة العظيمة الجميلة. تعال نشوف الإمارات كده عملت إيه عشان غزة في 24 ساعة اللي فاتوا. الحقيقة هكون مجحف جدا وظالم جدا لو ما اتكلمتش عن الإمارات ودورها العظيم. ما تيجوا نشوف جلسة طارئة في مجلس الأمن بطلب الإمارات. الحمد لله مجلس الأمن شاهد جلسة طارئة بناء على طلب الإمارات، مطالبات عدة بوقف إطلاق النار، هدنة إنسانية. المجلس لم يصوت حتى الآن على أي حاجة، ولا مشروع قانون يدعو لوقف إطلاق النار، ولا إدخال المساعدات، ولا أي حاجة خالص. ممثلة الإمارات في الأمم المتحدة لانا نسيبة دعت لوقف إطلاق النار وضمان وصول المساعدات الإنسانية والكهرباء والماء وعودة خدمات الاتصالات والإنترنت، وقالت كمان أنه مطالب الجيش الاحتلال الإسرائيلي بإخلاء المستشفيات والمدارس هو أمر مخالف للقانون الدولي الإنساني وبيصعد من أزمة النازحين اللي لجأوا للمناطق دي وبتعتبر محمية. وقالت أن استمرار العدوان على قطاع غزة من شأنه أن يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، ولازم وقف إطلاق نار عشان ننقذ الوضع الكارثي اللي بتعاني أو بيعاني منه أهل قطاع غزة. احنا عايزين ايه اكتر من كده يا جماعة؟ الإمارات اللي راحت أدانت حماس ووصفتها بالأعمال البربرية والكلام ده والإرهابية، اهي بتطالب بوقف إطلاق نار، بتطالب بهدنة إنسانية، بإدخال المساعدة. طيب ما ده اللي احنا بنقول شكرا لدولة الإمارات العربية. انا بتوجه بالشكر من هنا من آخر كلام وقناة مكملين لدولة الإمارات العربية الشقيقة، بصراحة أخجلتونا. إحنا هنحتاج إيه أكتر من أنتوا تطلبوا جلسة في مجلس الأمن وتقولوا للناس أوقفوا إطلاق النار؟ يعني لا، مش طرد سفير ولا حاجة، مش قطع علاقات مع إسرائيل ولا حاجة، مش تهديد بإلغاء اتفاقية أبراهام ولا حاجة، مش أي موقف كده قوي من المواقف، لا لا خالص. احنا نروح مجلس الأمن ولهم يا جماعة والله يعني اللي بيحصل ما صحش، وقفوا إطلاق النار، اعملوا هدنة، الناس بتموت وخلاص. وبعدين نخرج نقعد مع ممثل إسرائيل نشرب معاه قهوة برا مجلس الأمن عادي يا جماعة. دي الإمارات دولة التعايش والمتعايشين، دولة التطبيع والمطبعين. يعني احنا عايزين ايه من الامارات اكتر من كده؟ مش عايزين حاجه، فكتر خير الامارات. نروح بقى للسعوديه، الجار الشقيق، الجار الكبرى، اكبر داعم لغزه. ايوه موسم الرياض بقى وتركيا الشيخ والحلويات والكلام الجميل ده. لا الحقيقه السعوديه بتتحرك تحرك رادع لاسرائيل. ما تيجي نشوف السعوديه عملت ايه. شوف يا سيدي، عقد قمه عربيه طارئه في الرياض يوم 11 نوفمبر، كويس؟ أهو أعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول أنها تلقت طلب رسمي من فلسطين والسعودية عشان يعملوا دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة برئاسة المملكة. طيب يا جماعة تعملوا القمة العاجلة دي إمتى؟ هنعملها يوم 11 نوفمبر. بجد؟ آه. طب والنهاردة كام؟ النهاردة 31 أكتوبر. طب هي ما تنفعش تعمل بعد بكرة؟ ما تنفعش تعمل بكرة؟ يعني أنت عامل لي قمة يوم 11 نوفمبر بتقول لإسرائيل خلصوا عليهم معاكم 11 يوم؟ ده على أساس يعني قال يعني إن القمة دي هتطلع قرارات، قال يعني إن القمة دي هتطلع بيان مثلا بوقف إمدادات النفط ولا الغاز ولا أي، لا لا خالص خالص خالص. يعني القمة العربية اللي هتتعمل يوم 11 دي أصلا مش هيطلع منها حاجة. بس حتى كمان لما جم يعملوا قمة قالك يوم 11 نوفمبر، مش مثلا بكرة، مش لا خالص. يلا إسرائيل اتوكلوا على الله ربنا وفقكم ومعاكم 11 يوم، اجتاحوا بقى ما تجتاحوش، خلصوا على حماس الوحشة الإرهابية، خلصوا عليهم. وبعدين بقى احنا يوم 11 هنجتمع وندين بقى اللي عملتوه 11 يوم اللي فاتوا. يعني استحملوا بقى، خد بقى مني بيانات إدانة في 11 يوم، مش هسيبك مش هعتقك أنا 11 يوم بيانات.
يلا ارتكبوا مجزرة جباليا وادخلوا على مخيم الشاطئ وادخلوا على الشيخ رضوان واعملوا مش عارف ايه، اعملوا اللي انتوا عايزين. واحنا بقى يوم 11 ده ترقبوا بقى، انت مش رسم لي دايرة بتاعت عباس وانا جوه الدايرة، لا ده انا هخليك مسخرة وهكتاز خط الدائرة وههريك بيانات، انا مش هرحمك. جامعة الدول العربية في السعودية بقى فقت لك. نكون بس قعدنا 10 ايام كده في موسم الرياض، عملنا السبوبة الحلوة وخدنا الاعلانات الجميلة وسموه طال عمره تركي الشيخ، يعني كان مبسوط واتكلم انه الحمد لله موسم الرياض السنة دي موسم تاريخي، وتايسون فيري جا وضربنا الماتش، يعني الحكم كان مرتشي ولا كان مش عارف ايه، وعملنا فضيحة كبيرة وما كانش مفروض يكسب بعد ما خد القضية، كلام يعني نعمل الحالة الجميلة دي. وكريستيانو يقعد جنب خطيبته اللي هيتجوزها، وياسمين صبري قاعده ورا، ونانسي عجرم، والناس تتكلم بصلها لو مبصلهاش. برضو ندي فرصه لتركي انه يعني يحلل القرشين اللي صرفهم. وبعد كده بقى يوم 11 بس بوش رجلي وهشوط على طول. هتعمل ايه بقى؟ هنصدر بيان نشجب فيه كل المجازر اللي تمت من يوم 31 اكتوبر، من يوم ما اعلنا عن القمه. طب يا استاذ ما هو لا قدر الله ممكن اسرائيل تكون خلصت اصلا، يعني انت متخيل ده؟ ما هو لو خلصت مش مشكلة. ما هو في اعلامي سعودي اسمه عبد العزيز الخميس، رئيس تحرير موقع في بريطانيا اسمه العرب، اعلامي مقرب يعني من السعودية والامارات وكده، لقيت له فيديو مبارح منشور بيقول لك انه اسرائيل لو ما خلصتش على حماس يا جماعة في الحرب دي، فدي مشكلة كبيرة جدا، دي ازمة كبيرة جدا، ولازم اسرائيل تخلص على حماس في القصة دي، عشان لإلا الموضوع هيبقى انتصار لحماس وهترجع تاني، والإقليم والمشروع الإيراني وحاجة حاجة في منتهى الجمال. يعني لما سمعنا صوتك عبد العزيز وانت بتتكلم على المستشفى المعمداني، ولا سمعتنا صوتك النهاردة على جباليا، لكن حماس بسرعة يا عبد العزيز اطلع بسرعة اقول انه لازم اسرائيل تقضي على حماس على طول. طب القضية الفلسطينية يا استاذ؟ لا معلش موسم الرياض والله احنا مشغولين شوية، معلش السعودية العظمى مشغولة شوية في موسم الرياض، وقمة عربية كمان 11 يوم. طيب سيبك من السعودية ونروح لمصر اللي الحقيقة الجامعة الأمريكية فيها بتستضيف مؤتمر لمؤاخذة موسيقى الجاز، عاملين 30 فعالية لطيفة جدا برضو، والحمد لله الحفل ما تلغاش وعاملين شغل كويس جدا. نشوف كده الخبر اللي بعده، بيان مهرجان القاهرة للجاز بعدم إلغاء الحفل، طلعوا بيان الحمد لله واحتفوا ان مهرجان الجاز ما تلغاش الحمد لله. اهو هذه المحنة الرهيبة، نجد أنفسنا في موقف عصيبة والحمد لله، يعني كانوا زعلانين جدا على الموضوع، لكن الإلغاء يعني الاستسلام وانتصار الشر على الخير، ونحن لا نستسلم ننتصر أو نموت، يعني تحس أن عمر المختار اللي كاتب البيان ده. بعدين تلاقي أنه إحنا عندنا حفلات للهالوين في مصر الحمد لله، نشوف مع بعض كده الفيديو ده عشان نعرف برضو الناس يعني بتعمل إيه بخصوص غزة. يا نهار اسود، احنا بعاد او لطيف؟ لا ليه يا عم بتقول كده؟ بعاد؟ لا لا، علميا احنا في تقدم مستمر. فاحنا الحمد لله عندنا الهالوين. انتوا يا جماعه اللي بيحصل ده خلى اورو نيوز نطقت. تخيل حضرتك المانشيت اللي جاي ده مش منشيت هنا في مكملين، لا ده منشيت في اورو نيوز. طلعوا لنا كده يا جماعه الخبر بتاع اورو نيوز ده، نقرا بيقولوا ايه. رقص على الجراح، انطلاق موسم الرياض على وقع حمام الدم في غزة، وتركي الشيخ يرد على التافهين. حضرتك ده موقع أورو نيوز، ده مش موقع عربي، ده مش موقع فلسطيني، ده مش موقع مصري اطلاقا، ده موقع الأورو نيوز كاتب رقص على الجراح، المملكة العربية السعودية ترقص على جراح الفلسطينيين. يا جماعة احفظوا هذه الوجوه، احفظوا هذه الوجوه واحفظوا الجماعة دول بيعملوا ايه. طيب في ظل الكلام اللي احنا عمالين نقوله عن النوعية دي من البشر، في نموذج غريب كده، نبت غريب مصري لشخصية اسمها داليا زيادة، الحقيقة اول مرة اسمع عنها، يعني اسمها تردد في كذا فضيحة على مواقع التواصل الاجتماعي قبل كده، بس اول مرة يعني اسمع عنها، لان لقيتها نشرة بيان النهاردة الصبح بتتكلم فيه على انه مفيش حرب ضد القضية الفلسطينية ولا حاجة، جماعة بطلوا بقى، الحرب دي اصلا ضد حماس وضد الارهاب، واسرائيل بتحارب الارهاب، ولازم كلنا نفهم انه ايران والارهابيين والميليشيات بتاعتهم اللي هم حماس، يعني انه لازم نستيقظ،
لان دول بصراحة هيحاربوا الناس كلها وهيعملوا حروب اقليمية ضدنا كلنا ومش في اسرائيل فقط. والمملكة العربية السعودية بتطور قدراتها العسكرية في الفترة الماضية، ويعني الأخت داليا زيادة عاملة شغل عالي جدا جدا في الدفاع عن دولة إسرائيل الشقيقة. فيعني بتتكلم إنه يا جماعة ما يصحش اللي بيحصل ده وإن إسرائيل بتحارب الإرهاب. ما كلمتناش الأخت داليا زيادة عن 7000 ولا 8000 واحد المدنيين اللي اتقتلوا في قطاع غزة، لا ما كلمتناش عن ده، ما سمتش ده إرهاب إسرائيلي، لا ما عندهاش الكلام ده. فدي كانت داليا زيادة. لكن داليا الحقيقة ليها مجموعة من يعني المواقف المشينة بصراحة. تعالوا كده نستعرضها مع بعض ونشوف كده الأخت داليا زيادة دي عملت إيه قبل كده. صفحة إسرائيل بالعربي مثلا نقلت عنها مرة، نقلت عن إبراهيم عيسى بالمناسبة من كام يوم، كانت بتتكلم ايه، والكاتبة والمحللة السياسية داليا زيادة الحائزة على جوائز عديدة، معرفش الحقيقة جوائز ايه، بس بتتكلم اهو على برضو داعش وحماس والتعاون المصري الاسرائيلي وكده. عملت ايه قبل كده؟ صفحة اسرائيل بالعربي مثلا نقلت عنها مرة، نقلت عن ابراهيم عيسى بالمناسبة من كام يوم، كانت بتتكلم ايه، والكاتبة والمحللة السياسية داليا زيادة الحائزة على جوائز عديدة، معرفش الحقيقة جوائز ايه، بس بتتكلم اهو على برضو داعش وحماس والتعاون المصري الاسرائيلي وكده. فاسرائيل بالعربي بتنقل عنها. او كمان اهو المسيرات والقذائف اللي اطلقها الحوثي، امن قام الاسرائيلي والمصري بيعتمدان على بعض، دي اللي قالته المحلله والكاتبه السياسيه داليا زياده. برافو يا داليا، اسرائيل في مصر بتنقل عنك اهو. طيب بعدين كمان نقلت عن السفيره الاسرائيليه في القاهره الروايه بتاعتها في قصف الحوثيين، يعني داليا كويس شغاله كويس. كمان بتتكلم بعد كده على إهانة إسرائيل والولايات المتحدة علنا باستخدام آيات من القرآن هو الاتجاه القديم الجديد في مصر والعالم العربي. لم أتوقع أبدا أن يفعل القاضي الذي يجب أن يظل غير سياسي ذلك انطلاقا من موضع الكاميرا، فمن الواضح أن القاضي كان يعلم بوجوده بالفيديو وسمح بذلك. عادة لا يسمح باستخدام الهواتف وكاميرات الهاتف داخل قاعات المحاكم في مصر. داليا مهتمة جدا بأي حاجة بتزعل إسرائيل الحقيقة، بتلاقيها الحمد لله موجودة. يعني قمة القاهرة للسلام، يبقى السؤال لماذا لم تحضر إسرائيل كونها طرف أساسي في الصراع الذي تناقشه القمة؟ هل لم يتم دعوتهم أم تم دعوتهم ورفضوا الحضور؟ حضور إسرائيل كان هيفرق جدا يا جماعة في كونها قمة سلام بالمعنى الحقيقي، وأيضا في نقل الصورة المطلوبة عن مصر كوسيط فاعل بين الطرفين المتصارعين. لكن القمة الآن تحولت لمنصة لإدانة العنف ضد المدنيين والمطالبة بتعجيل دخول المساعدات، لكن لم تقدم أي أفكار عملية لتحقيق سلام على الأرض. والنبي نقف هنا يا جماعة شوية، خلونا الصورة دي بالكونسبت العجيب اللي قدامنا ده. قالك إسرائيل اللي هي كانت قصف المدنيين وقتل مش عارفي، فداليا زعلانة إن القمة تحولت لمنصة لإدانة العنف ضد المدنيين والمطالبة بتعجيل دخول المدنيين. إيه يا جماعة ده؟ هاتوا إسرائيل اللي قتل الفلسطينيين وعاملة تقعد معانا في القمة يعني. فالأستاذة داليا هنا رايحة إلى ما وراء الطبيعة، يعني تحسها عاملة التويتة دي من تل أبيب، تحسها شغالة مع مائير بن شبات في معهد الاستراتيجية والأمن القومي، حاجة بصراحة مش طبيعية. طب نكمل كده نشوف كمان داليا بتقول ايه. بتقول ان المصريين اللي بيحتفلوا بجرائم حماس في حق الاسرائيليين لا تنسوا مش عارف ايه، وبتتكلم على التطرف وعن الجرائم والحاجات دي كلها، ولازم يتم اصلاح الخطاب الاعلامي في الدول العربية ضد اسرائيل. بتتكلم كمان عن ان الشيخ محمد بن زايد وهو بيتكلم عن الشعوب، ده محمد بن راشد مش بن زايد، صدق الشيخ محمد، فهي مع الإمارات ومواقف الإمارات وكلام الإمارات. كمان هي مع فتاح السيسي طبعا، إن هي يعني معاه وفي أي حاجة هو بيعملها. وبتتكلم على موضوع محمد صلاح الجندي، إنه اللي عمله ده ضرر بالغ وما ينفعش، وده أمر يعني لا يليق. وبعد كده كانت بتتكلم على حبها الغير محدود لعبد الفتاح السيسي وإنها معاه لآخر المشوار. تعالوا كده نذكر حضراتكم بس سريعا بأبرز مواقف هذه الداليا زيادة، لأنها مهمة قوي نتكلم عنها قبل ما نروح للاتصالات. هي بتدير المركز المصري للدراسات الديمقراطية، وأعلنت رغبتها في زيارة إسرائيل. اعتبرت إسرائيل دولة على حدود مصر الشرقية لا أكثر.
بتهاجم حماس وبتطالب مصر بتصنيفها منظمة إرهابية. استقالت من مركز ابن خلدون للدراسات اعتراضا على نقده للنظام. أعجبت بصورة المتحدث الرسمي لجيش الاحتلال أفيخاي أدروعي. هجمت المعتقلة السابقة إسراء الطويل بعد التعاطف مع بكائها في المحكمة. انتقدت احتفالات مصر السنوية بذكرى أكتوبر بدلا من اتفاق كامب ديفيد. ووصفت الجندي محمد صلاح بالغدر وهجمته بعد عمليته على الحدود. وألمحت إلى عملها سابقا مع المخابرات المصرية وزرعها في منظمات حقوقية. الحقيقة يا جماعة، أنا أتمنى إن أنا أقرأ لداليا زيادة منشور واحد بتدافع فيه عن الشعب الفلسطيني الأعزل اللي بيقتل الآن. أتمنى إن أنا أشوف داليا زيادة بتكتب عن مذبحة المستشفى المعمداني وعن مذبحة جباليا اللي احنا شفناها. أتمنى داليا زيادة تكلمنا عن ضرورة إدخال الوقود. أتمنى داليا زيادة وهي حقوقية كانت شغالة بأمر المخابرات في مؤسسات حقوقية عشان تتجسس عليهم، تكلمنا عن الأطفال اللي بيعانوا من الجفاف زي ما المتحدث باسم اليونيسف قال النهاردة الصبح، لأنه ما فيش مية نظيفة يشربوها. معلش يا أستاذة داليا هنضايقك شوية، بس لو تسيبي إسرائيل شوية كده وتكلمينا عن الغلابة، 2.3 مليون غلبان أعزل في فلسطين في غزة اللي بيبادوا بقالهم 24 ولا 25 يوم. معلش لو ما فيهاش إساءة أدب يعني، وانت حقوقية وكده خلاص عبرتي عن وجهة نظرك لإسرائيل، ممكن تكلمينا عن المدنيين الفلسطينيين ولا أصحابك في إسرائيل يزعلوا؟ يعني ما يصحش برضو، انت قطع شوط كويس فما ينفعش. دي مواطنة مصرية يا جماعة ودي مواقفها. انا اسيب لحضراتكم التعليق مش هعلق، بس انا طلبت منها ان هي في الاخر تقول لنا رأيها في اللي بيحصل في فلسطين من قبل الاحتلال الاسرائيلي. بعد الفاصل هتكلم مع حضراتكم عن الموقف العربي، ليه عبد الفتاح السيسي بيمنع حضراتكم تتظاهروا في الشارع، وليه حضراتكم مش بتتظاهروا في الشارع دعما لأهلنا في فلسطين. تابعوا. هو جماعة الناس ما بتنزلش الشارع ليه؟ الناس ما بتتظاهرش ليه؟ ما فيش غضب ليه تجاه اللي بيحصل؟ لأنه السيسي مانع، لأنه قبل كده كنا بنعرف ننزل لكن دلوقتي مش عارفين. طب ما تيجوا نبدأ كده نعمل مقارنة، الحقيقة لازم انها تتعمل. اتفق او اختلف مع عبد الفتاح السيسي، اتفق او اختلف مع محمد مرسي، اتفق او اختلف مع حسني مبارك، التلاتة كانوا رؤساء لمصر، السيسي لسه موجود يعني، وحدث عدوان على قطاع غزة في فترة رئاستهم. تعالوا نشوف مع بعض كده، بعيدا بقى عن اتفاقك واختلافك مع كل واحد، اتفاقي واختلافي يعني مع اثنين من التلاتة او يمكن التلاتة كمان، مرسي كنت بختلف معاه في حاجات كتير، لكن فيما يتعلق بغزة تحديدا تعال نشوف موقف التلاتة كان عامل ازاي ونحكم ونقارن، لان المقارنة دي مهمة قوي. تعال نشوف مع بعض الفرق بين مبارك ومرسي والسيسي في التعامل مع قطاع غزة. حسني مبارك كان يسمح بالمظاهرات المؤيدة لقطاع غزة وفلسطين، مظاهرات شعبية. محمد مرسي أرسل رئيس الوزراء هشام قنديل لغزة أثناء العدوان. السيسي منع المظاهرات واعتقل من شارك فيها، المظاهرات اللي هي مش بتفوضه. نكمل. مبارك أبقى على الأنفاق بين مصر وغزة، وقال إن الأنفاق نتيجة للحصار وإن الاتفاق الإسرائيلي الأمريكي لمراقبة تهريب السلاح لا يلزمنا بشيء. مرسي أنهى الحصار المفروض على قطاع غزة أصلا، مش أنفاق ولا غيره. السيسي الحمد لله أطبق الحصار على قطاع غزة وأغرق الأنفاق وأنشأ جدارا عازل وأقام منطقة عازلة في مثل هذا اليوم منذ 9 سنوات. مبارك فيما يخص معبر رفح فتح معبر رفح أمام المساعدات والتنقل في حرب الفرقان 2008. مرسي فتح معبر رفح بشكل كامل أمام المساعدات والبشر أيضا. سيسي لم يتمكن من إدخال مساعدات إنسانية كافية، وتفتش إسرائيل الشاحنات قبل دخولها في معبر خاص بها، ولا زال هو والمسؤولين بيطالبوا بدخول المساعدات. مبارك أرسل طواقم طبية واستقبل مئات الجرحى. محمد مرسي قال أقول لهم باسم الشعب المصري إن مصر اليوم مختلفة عن مصر الأمس، وإن عرب اليوم مختلفون عن عرب الأمس، وقال مقولته الخالدة لن نترك غزة وحدها. السيسي طلب بتهجير أهل غزة إلى صحراء النقب، وقصفت الأراضي المصرية أكثر من مرة ولم يتحرك ولم يقل لإسرائيل أي شيء. كمان السيسي عمل مستشفى ميداني، وفي جندي مصري استشهد في القصف الإسرائيلي وأصيب آخرون.
في مستشفى ميداني في رفح عشان ما حدش يقول السيسي ما عملش حاجة. في أيام مرسي أجبرت إسرائيل على وقف إطلاق النار بعد 8 أيام. مبارك زي ما قلنا أنه كان بيرسل طواقم طبية واستقبل مئات الجرحى. دي مقارنة كانت مهمة ما بين مرسي ومبارك والسيسي اللي بيمنع دلوقتي المظاهرات وغرق الأنفاق وعمل كل حاجة. إيه رأي حضراتكم؟ لماذا يمنع السيسي المظاهرات الداعمة لفلسطين؟ خلينا نسمع رأي محمد من مصر. أهلا بيك محمد. السلام عليكم. عليكم السلام. أستاذ أسامة أخبارك؟ أهلا وسهلا الحمد لله. سوسامة لا هو انا عايز اعلق على اللي انت قلته. فين الشعوب العربيه؟ ممكن اتكلم على السريع كده؟ اتفضل عليك. اتفضل. الشعوب العربيه انا للاسف ببشرهم ان الدور جاي على الكل كله، يعني وليس العراق وسوريا واليمن وليبيا والسودان. لسه العبره بتاعتهم شغاله. كله خزل، كله من بدايه العراق ثم سوريا ثم اليمن، فالدور جاي على الكل. ابشروا النوم اللي احنا فيه ده، يعني ربنا لا يمهل يمهل ولا يهمل. الدور جاي على الكل، كله هيؤكل في معاده، كل واحد جاي له دوره. ده بالنسبه للشعوب اللي انت اتكلمت عنها من شويه، من حوالي ساعه. اما بالنسبه لاصحاب لا اكمل اتفضل. بالنسبه لاصحاب المعالي، دمتم انطاع، دمتم يعني ايه، لا وجود لكم، لا حس ولا خبر ولا فعل ولا اي شيء. بالنسبه لاهل غزه، الله يعني ربنا يتولاكم. وافضل شيء عملتوه السنه دي في الحرب دي، انكم اول مره ما قلتوش وين يا عرب، انتوا وين يا عرب. الحمد لله ان انتوا المره دي فهمتوا القصه، مفيش عرب، مفيش نخوه، مفيش مروءه، مفيش جيره. شكرا جزيلا لك يا محمد، وضحت وجهه نظرك. معنا محمد من مصر ايضا. اهلا بك يا محمد. السلام عليكم يا دكتور. وعليكم السلام. الو معاك يا محمد، اتفضل. الو. اولا في عجله سريعه ثلاث نقط. اولا انا عاتب على حضرتك ان انت بتشكر الامارات. الامارات ما تشكرش، الامارات هي النسخه الاقتصاديه من اسرائيل في الوطن العربي. واسرائيل المحتلة فلسطين هي النسخة الإسرائيلية العسكرية. احنا عندنا نسختين في الوطن العربي من إسرائيل، نسخة اقتصادية ونسخة عسكرية. الإمارات هي النسخة الاقتصادية من إسرائيل. لا يمكن تقنعني ان 800 ألف إماراتي عندهم الإبراج والمليارات دهية، دي كلها أموال يهودية جاية من جميع أنحاء العالم وعملت الامارات. يبقى هتشكر مين؟ هتشكر الامارات على انها بتطالب مجلس الامن؟ دي انا اعتابي على حضرتك الاول. امارات اظهرت وجهها القبيح، وهي اللي بتساعد اثيوبيا في بناء السد، وهي اللي بتضرر الحوثيين في اليمن، وهي اللي ولا كل مصلحه في الوطن العربي. نمره 2، اولا ليه الناس ما بتظهرش؟ يا دكتور اسامه، انا قاعد في وسط ولادي وفي وسط مراتي وعيالي، مش مكسر بيتي. لو اعتقلت دول هيتشردوا وهيبيعوا مناديل في الاشارات. نتأكد قوي ان النهارده غزه اثبتت للعالم كله ان الفلسطينيين ما باعوش اراضيهم ومش هيتحركوا من غزه، وكشفوا كل الحكام الصهاينه. شكرا لك يا دكتور. شكرا جزيلا يا محمد، بشكرك. معنا خيري من مصر، اهلا بيك. خيري. خيري لو معنا وطي التلفزيون لو سمحت. معنا خيري؟ طيب سيف، اهلا بيك يا سيف. يا دكتور اسامة اهلا وسهلا. لو سمحت، انا حضرتك بعزي نفسي وبعزي الشعب المصري وبعزي الامه العربيه في ضحايا وشهداء فلسطين، وأنا أسف على الموقف العربي، موقف الحكام العرب
تاريخية وجودية بالنسبة للأمة الإسلامية والأمة العربية، وهي تحرير المسجد الأقصى. إحنا ابتلينا بحكام لا يرقبوا فينا إلا ولا ذمة، تركوا أهل فلسطين يواجهوا مصيرهم، وإن شاء الله تعالى الله سوف ينصره. لازم ده سنة الله في خلقه، حتى الله ونعم الوكيل في الحكام العرب. شكرا جزيلا لك يا سيف. أم إسراء من مصر، أهلا بك. أيوة السلام عليك يا دكتور. عليكم السلام. السلام عليك. عليكم السلام، أهلا وسهلا. أيوة دكتور، هو أصلا السيسي يا دكتور من 2017 وهو مخلص الموضوع أصلا، متفق ولما قعد مع ترامب وقال له أنا تحت أمرك ومعاك وأنفذ صفقة القرن، فهو مخلص الموضوع من 2017 ومرتبين الدنيا. حكام العرب كلهم خلاص خاضعين، اشتروهم كلهم، هم اللي حاطينهم على الكراسي بتاعتهم، فهو معروف يعني مين هيقف، مين هيقف مع أهل غزة ليهم ربنا. ولما حب ياخد اللقطة إن هو يستغل المظاهرات وإن هم نازلين يفوضوه، راحت عليه الموضوع ده. الناس نزلت قالت له دي مظاهرة بجد مش بنفوت حد، ونزلوا هتفوا الغزة، اعتقل اللي اعتقلوا أخده ومنع بعد كده. يعني هو حب بس يوريهم أنا نزل مظاهرات وقت ما أنا عايز، ويوريهم مجرد ضغط بس. هم عايزين الدول الخليج هي اللي تدفع تمن دخول أهل غزة في سيناء، مش عايزين دول صهاينة يدفعوا. ايه دول ما بيدفعوش، هم عايزين العرب منه فيهم يدفعوا للسيسي، والسيسي معروف ان هو ابوه وامه الفلوس. هو قال انا محدش ياخد، لو شفت مني جنيه يبقى لك الكلام، هتدفع يعني هتدفع، واخدها نظام بلطجة ان هو اللي هياخد من الكل وهو مش هيدي حد حاجة. فلما لقى الموضوع فشل معاه لازم يعتقل الناس. السعودية نفس النظام ماشية بالموضوع ده، الإمارات دي معروفة دي تل أبيب التانية مفيش كلام يعني. أما بقية العرب الشعوب مقهورة، إنما الحكام كلهم خونة، هم اللي جايبينهم هم اللي حاطينهم على كراسيهم، وربنا يزيحهم وربنا يريحنا منهم ويريح الشعوب من جبروتهم وظلمهم، وربنا مع أهل غزة مشكرك. ينصرهم ويمدهم بمدد من عنده يا رب. شكرا جزيلا لأم إسراء. معنا أبو محمد، أهلا بك. السلام عليكم، إزاي حضرتك يا دكتور؟ عليكم السلام، أهلا وسهلا. والله سؤالين لحضرتك بعد إذنك. حضرتك فضل. دكتور وعارف، أنا عايز أسأل اللي بيجري في عروق الحكام العرب ديت دم ولا مية صرف صحي؟ أرجوك تجاوبني. والله مش عارف، أنت أقول إيه رأيك؟ والله أنا اللي شايفه ما يعني ما حصلش حتى مية مجاري ولا مية صرف صحي. الأسلحة اللي احنا تاني دولة بنشتري أسلحة في العالم دي عشان نجيبها حضرتك من دمياط، وعارف النيش اللي بتحط في السفرة، اللي بتحط فيه الكوبايات والكريستالات، الحاجات اللي ما بنستخدمهاش بتحطها في النيش. هل الأسلحة اللي احنا جايبينها طيارات وحامل الطيارات ومش عارف ايه وايه والحاجات اللي جبناها دي محطوطة في نيش؟ امتى الناس دي هتتحرك؟ والعيب مش على الحكام بس، العيب على الناس كمان. الناس بتقول لك انا اعمل ايه، زي الاستاذ اللي كان بيكلم حضرتك، مع كل احترام ليه بالفعل هو لو نزل واتمسك واتحبس اهله هياكلوا منين؟ فالشعب كله بقى ماشي على كده، انا لو اتمسكت واتحبست انا ولادي هياكلوا منين؟ دي القبضة الحديدية اللي ممسوك بيها البلاد. الكلام ده انا قلته لحضرتك قبل كده، ان الشعب ده مات واكرام يدفنوا. ربنا يكون مع غزة وأهل أيوة. غزة، وربنا ما يحوجهم لحد، وما النصر إلا من عند الله. شكرك يا محمد، شكرا جزيلا. معنا مصطفى من إيطاليا، أهلا بك يا مصطفى. عليكم. عليكم السلام. لو سمعت يا فندم، النهاردة غزة ضربت بستة طن قنابل، النهاردة من ساعتين ثلاثة بالضبط. واخد بال سيادتك، إحنا عارفين حكامنا عرب كلهم جبنة، ومع الأسف أنت يا عم السيسي مش هتقدر تضرب ولا هترفع حتى مسدس. ماشي يا عم، أنت ما تقدرش تقف قدام إسرائيل
ولا أي دولة عربية تقف قدام إسرائيل. بس في حاجات تانية تقف قدام إسرائيل، يعني مثلا قناة السويس، أنت مش قادر على المعبر بتاعك، أنت مش قادر على المعبر بتاعك، اقفل قناة السويس، اقفل قناة السويس، أضعف الإيمان، ما بنقولكش حارب، اقفل قناة السويس، والسعودية تقفل البترول. واخد بالك يا دكتور أسامة؟ أيوه. انتوا جبنا كلكم، ماشي يا عم، بنقول لكم ما تروحوش حاربوا يا عم بالسلاح اللي عندكم، السلاح اللي هيصدي ده، ما انت عندك قناة السويس اقفلها يا عم، يوم اهدين مركب اتحشرت فيها واقفلها 5 ايام. لكن انت هو اساسا صهيوني يا دكتور اسامه. بشكرك يا مصطفى جدا، شكرا جزيلا، وبشكر اللي شاركونا على مدار الساعه في الاتصالات والرسائل. زي ما بدأت الحلقة هختم، غزة تباد المذبحة في جباليا، جيش الاحتلال الإسرائيلي بيقول كنا مستهدفين قيادة من قيادات حماس. الإعلام الغربي سي إن إن بالعربي بيقول لك انفجار كبير في مخيم جباليا. يعني ألا لعنة الله على هذه الادعاءات وعلى هذا الإعلام الحقير الذي سقط سقوطا مدويا لن تقوم له قائمة بعد انتهاء هذه الحرب. لا إعلام غربي ولا إعلام عربي ولا يحزنون. الحقيقة إحنا بنشاهد أحط أنواع البروباغندا الإسرائيلية، وللأسف وسائل إعلام غربية كانت تتشدق بالمهنية هي اللي بتروج لها. تصبح على خير.